السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا الملف اهوت وعايز اضيف ترقيم، عندي طريقتين. ممكن اجي هنا في الفوتر واقول له انا عايز البيج نمبر، واروح مختار ترقيم وليكن مثلا بالشكل دوت، او من انسرت اقول له انا عايز اعمل ترقيم. تمام. طيب ممكن اجي هنا عايز بقى اخلي الترقيم مختلف، يعني بعد التلاتة ديت عايز اخلي الصفحات اللي بعد كده تبقى مثلا بالحروف مثلا. تمام. فاعمل ايه؟ هاجي مثلا هنا واقول له انا عايز اضيف فاصل. هاجي هنا من بيج لي اوت واقول له بريك نيكست بيج. تمام. بقى ده مختلف عن ده، بس لسه الرقم ده بيعمل كونتينيو، فبدوس عليه رايت كليك واقول له فورمات بيج نمبرز واقول له ابدا لي بقى